بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنتحدث اليوم عن موضوع فيتامينز. في البداية لازم نعرف ماذا تعني كلمة فيتامينز وإيش أصلها. هي عبارة عن قسمين. الأول من كلمة فيتال. فيتا معناها لايف، معناها حياة. بما انه الاستراكشر الكيميائي الها بيحتوي على مجموعة الامين، اذا مع بعض بنسميها فيتامين. مثل ما مر معنا في الاورجانيك كيمستري في الكيمياء العضوية انه الاستراكشر الامين ممكن يكون اولي وثنائي وثلاثي، ممكن يكون خطي او حلقي مثل ما في الاستراكشر. الاستراكشر اللي قدامنا اللي هو الرايبوفلافين. وهلا نيجي نتعرف على تعريف الفيتامين. هو عبارة عن مغذيات عضوية احتاجها بكميات قليلة في وظائف الكيمياء الحيوية، وهي بشكل عام لا تصنع في الجسم، ولذلك يجب علينا تدعيمها بواسطة الطعام الدايت. بعد ما تعرفنا على تعريف الفيتامين نتعرف على تصنيفه، وبنعرف انه هو بيعتمد على ذوبانية الفيتامين، فمنها الذائب في الماء مثل الفيتامين بي كومبلكس، امثل عليها ثيامين، فيتامين بي 1، رايبوفلافين، فيتامين بي 2، نياسين، فيتامين بي 3، بانتوثينيك اسيد، فيتامين بي 5، بايردوكسين، فيتامين بي 6، بيوتين، فوليك اسيد، كوبالامين، فيتامين بي 12، بالإضافة إلى فيتامين سي أو سكوربيك أسيد. والنوع الآخر اللي هو الفيتامينات الذوابة في الدهون، والأمثلة عليها فيتامين اي أو ريتينول، فيتامين دي أو كوليكال سيفيرول، فيتامين اي أو توكوفيرول، فيتامين كي، ومجموعة في كلمة أديك. في مرة من المرات كان في طالب في لجنة امتحانات أجاله سؤال: ما هو الفرق بين الفيتامينات الذوابة في الماء والذوابة في الدهون؟ فتح الطالب دفتر الإجابة وكتب، عمل مقارنة بين الووتر سوليوبل والفات سوليوبل فيتامينز. فكانت المقارنة الأولى الفيتامينات الذوابة في الماء، وظيفتها انها مادة يشكل منها مادة اخرى تعمل كوإنزايم، كمساعد للإنزايم، وتعمل كمضادات للأكسدة، بالمقارنة مع الفات سوليبل فيتامين. الفات سوليبل فيتامينز الوظيفة تبعتها هي مساعدة للإنزايم، وبتشتغل كهرمون، وبتشتغل كأنتي أوكسيدانس، مضادات للأكسدة أيضا. المقارنة الثانية، الووتر سوليبل فيتامينز are usually non-toxic، بتكون غير سامة حتى لو أخذناها بكمية عالية. ليش؟ لأنه بصير لها excreted in urine، بتم إيش عملية فلتر لها عن طريق البول. المقارنة مع الفات سوليبل فيتامينز بتكون توكسيك، ممكن تكون قاتلة ليثل لما بناخدها ايش بجرعة عالية. المقارنة الثالثة، الووتر سوليبل فيتامينز ار نوت ستورد، ما بيصيرش الى تخزين نهائيا الا فيتامين بي 12 كاستثناء، لانه بتم الها فلتر عن طريق الكلية وبتخرج عن طريق اليورين. اما الفات سوليبل فيتامينز بصير لها عملية تخزين. وهيك بنكون وصلنا لختام هذا المقطع، وبأشكركم على مشاهدتكم للمقطع. تم اعداد هذا المقطع بواسطة الصيدلاني معين امغاري،
لا تنسونا من صالح دعائكم في ظهر الغيب، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.